مشاهدينا الكرام، وزي ما عودناكم بنقدم لكم كل ما هو جديد ومختلف من ائتلاف القيادات الوطنية المصرية. النهاردة ورشة عمل مختلفة تحت إشراف الأستاذة دعاء عادل، منسق عام تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. ورشة العمل دي عبارة عن علاج ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الفن. طبعا دي حاجة فريدة من نوعها بتقدمها لنا الأستاذة دعاء. أنا بشكرها كل الشكر والتقدير، بجد إنسانة محترمة جدا، أيقونة النشاط في الائتلاف. طبعا كل الشكر لكل التواجد المحترم، أولياء الأمور والمدربين وكل الناس اللي ساهمت في هذا العمل الرائع. وبشكر رئيس الائتلاف المهندس ماجد نصيف، كل التحية والتقدير لكم جميعا. فنان تشكيلي و خريج كليه التربيه الفنيه، تمام، بحضر ماجستير في اكاديميه الفنون. احنا هنا النهارده يوم السبت بنعمل ورشه فنيه لذوي الهمم متلازمه داون. بنحاول نتعرف على قدراتهم، ده اول يوم في الورشه نتعرف على قدراتهم بحيث نبتدي معاهم كورس تدريبي فني بيبقى فيه جزء علاج الفن. بننمي قدراتهم، بنخليهم ازاي ينقدوا اعمالهم الفني، بنديهم الجرأة على الكلام والجرأة على التواصل مع زمايلهم. والورشه الفنيه بتمر بعده مراحل. اول مرحله تعرف على قدرات الاولاد نفسها، ثاني مرحله بيبتدي نعمل تجارب لونيه واحاسيس لونيه، وبنكمل ورش بعد كده في مراحل ثانيه بنعلمهم بقى حرف يدويه زي الحلي زي الصلصال. ممكن فيما بعد نعلمهم ازاي حرف الانتيك والصناعات اليدويه الصغيره اللي هم يقدروا ينتجوها، يبقى بدل ما هو طفل منعزل طفل منتج. بنديله ثقته بنفسه، بنكسر حاجز الطفل وبنخليه مندمج مع المجتمع، مندمج مع زمايله. ده بالتعاون مع مكتب تاهيل بولاق في مقر الائتلاف. بنحاول نساعد ولو جزء بسيط من وقتنا لابناء مجتمعنا من ذوي الهمم اللي هم محتاجين كل الدعم مننا، عشان دول جزء من المجتمع، نحاول نعمل لهم اندماج خاص بالمجتمع بتاعهم. السلام عليكم، انا سماح محسن، والده عبد الرحمن نبيل، عنده تاخر ذهني متوسط. انا حابه اشكركم النهارده ان احنا جينا في الفعاليات ديت. حاجه كويسه جدا ان انتوا تهتموا بذوي الهمم اللي هو حقهم اصلا، يعني مش باين قوي، او مش ما فيش حد بيهتم بيه قوي، فهم محتاجين دوت ان حد يهتم بيهم، يطلع الطاقه اللي جواهم، يطلع الانشطه والمهارات اللي جواهم اللي مش طالعه اصلا. فدي حاجه كويسه ان احنا النهارده موجودين هنا، وانا شايفه ان اليوم جميل، الولاد مبسوطين وقادرين يطلعوا الطاقه اللي جواهم، وبدا يبان هو ايه النشاطات والمهارات اللي جواهم هتبدا تبان مع الفعاليات اللي حاصله دلوقتي. وبتمنى ان يبقى في انشطه ثانيه كتير، يعني زي انشطه رياضيه، حاجات زي كده، لان دي برضو بتفرق معاهم قوي في التركيز وفي تنميه المهارات. ويا ريت، لان احنا بصراحه ما كناش لاقيين حد يهتم بيهم اصلا. يعني في اماكن كتير مهتمين بالاولاد اللي في جمعيات، لكن الحاجات الفرديه ديت طبعا ما كانش في حاجه زي كده. فاحنا اول مره نلاقي حد يهتم بالولاد ويعمل لهم كورس زي دوت او فعاليه زي دي، وانا بشكره جدا. صباح الخير، صباح الامل، ورجعنا لكم مره ثانيه بفعاليه جديده وورشه عمل مع اولادنا ذوي الهمم من مقر ائتلاف القيادات الوطنيه. وكل يوم حاجه جديده، كل يوم حاجه جميله لخدمه مصر، خدمه وطننا الجميل. والحقيقه ورشه عمل لاكتشاف مواهب الرسم والتوجيه ليهم دي حاجه جميله جدا. والحقيقه انا بشكر استاذه
دعاء المسؤولة عن لجنة التنسيقية لذوي الهمم، أنا بحييها الحقيقة على نشاطها ده، ولكم مني كل التحية. بشكركم جدا على الدعوه اللي انتوا لبيتوها لنا بالنسبه لابني واولادنا اللي معانا كلهم، وبتمنى طبعا انها تتكرر عشان بتفيد ابني بتفيد اولادنا كلهم، ونفسي اولادنا دول يعني ان شاء الله يطلعوا حاجه كويسه يعني تفيد المجتمع وتفيدهم هم. انا بصراحه حبيت المكان اول، حسيت ان هو مكان بحبه، روحي حلوة فيه، هو بصراحة مكان حلو، كنا بنرسم حاجات حلوة، كل الحاجات اللي احنا رسمناها حلوة عجبتنا. بنتعامل على ارض الواقع، بنعمل يوم النهارده عمل خيري مع ذوي الاحتياجات او الهمم الخاصه، مع الموجودين معانا دول حاليا بنشوف حضراتكم نظام التخاطب ونظام الفنيات معاهم، وبنعمل معاهم حد بيشرح الرسومات وبيعلمهم حاجات الفنيه، ورشه فنيه. تصميم المعاصر بيخدم كل الناس.